جماعة والله يعني مش معقول. لم لم وانا وميدو وانا وميدو في الله ربنا يوفق. قالت لي ربنا يوفق احنا اول واحد، احنا اول واحد اول ناس قلنا ربنا يوفق في الاكاديميه. ده من الكاستنج يا بابا، هو بيوفق. صح، لا هو بيوفق بس انا وميدو لسه وقتها بلف الاقي ميدو عامل كده، اللي هو اللي هو ايه زي حب الثلاثينات ده، قلم ويخبطوا في بعضه. انت ما نسيت المشهد اللي عملوه بتاع الكرسي، اني الكرسي اللي عانيه لما كان قال له مسيو نجي خده ومسحه. رافع بيمسح الكرسي هنا. لا 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 تغيب عني. انا انت كان قوي، كان قوي. انت حبيبي فكر المكان يرى كومنت بتاعه القمر مش عارف ايه الاغنيه. والقمر طال علينا يا لهوي. هي دي طلع بيها نومينيه؟ هي دي، هي دي. لا ايه، لا طلع بعديها بمره، بعديها بمره مش هي. لا بعديها بمره طلع معانا. لا 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 بعديها بمره. احنا والعذول. طب هي دي طلع بيها نومينيه. نسي في الإيفال، نسي، فضل واقف دقيقتين وبعدين كمل المشي. لو غنيه في البرايس يغيب ليلي ليلي. التابلو اللي انا كنت هو وشالوني في الاخر. التابلو خرب الدنيا عشان من الصورة اصله ما بيقدرش العرب كتير، فاغنيه سريعه يغيب ليلي ليلي كانت كتير قوي، كانوا كان كتير. يا بس لا صوته صوته تحفه، كان بيعزف بيعزف. لا 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 بيعزف بجد. كيف 2 كيلو 4 كيلو زي كريم من اشطر الناس اللي كانوا بيعزفوا. ما شاء الله. لا ايه حبيبي، ما كانش شويه عرب كان بقى. هاي هاي يا بس انا متاكده ان رفع دلوقتي. كل أسبوع في تقدم، وكل أسبوع في تراجع. مرحبا، أول توب 20 أغنية عربية. عم بتلاقي رويج بالعالم العربي؟ توب 20، أي أغنية رح تحافظ على مرتبتها وأي أغنية رح تتقدم أو تتراجع بمرتبتها. توب 20 برنامج جديد بتتابعوه الخميس 9:30 المساء على LBC الفضائي اللبناني. انتقادي من الدرجة الأولى بكرة بيخليك تضحك وتضحك وتضحك. ليش عم تضحكوا؟ أنا منش عم ضحككم، منش منش. بسمات وطن الأحد 9:30 مساء بتوقيت السعودية على LBC الفضائية اللبنانية. يا لا ياسمين لما طلعت عملت المشهد بتاع بتاع الحلم. ياسمين كانت بتمثل. ياسمين طلعت من بغباء تام. انا بس يونجي قالها انا فكرت انت يعني قصدي انا عملت هيك كانك عم تعملي تيست او بروفا، بس هي بتقول لهم اعيد. يا جماعه مش مره، 5 مرات، 4 مرات، 5. انا كنت تحت انا وحساب، انا واقف على الباب هتجنن اللي هو، وطلعت ياسمين حبيبتي اهدي وخلاص، دخلت في نفس الكلمه غلطت وماسكه الورقه في ايديها، اقري. طب اقري. قلت لها ياسمين اقري اقري مش مهم اقري. دخلت قريت وغلطت، كنت انا وحسام بنتجنن بره انه بغيت خلاص يعني. مش حرام بجد يا جدعان يعني، كانت بتغني. لو كانت ذكيه، لو كانت ذكيه كانت تكمل المشهد، تعملها في ايوه اي حد كده، هو قالها كده وتكمل المشهد على كده. يا بنت انا مشهد بتاعي انا وفريم ما كناش عارفين اي حاجه، انا كنت عارف اي حاجه، وفريم عمال فتح لي بقه وعمال برضه يهز وهو بيتكلم. وكمين طب لميا، لا لميا يا لميا يا جماعه، ما عادش مشهد لميا، لميا لميا جمالها كمان، ما عادش لميا فعلا، لميا جميله انا يعني. ما عادش لميا جميله جميله تعقبل يعني. انا اتبدلت. لميا لميا كانت جميله. ما تكلمنيش هكك. ده اللي فات التاني اللي هو قول عكس شخصيتك صح؟ ده اللي هو شخصيه عكس شخصيتك صح؟ ده شكلها حلو، ده شخصيه عكس شخصيتك لما نزلت زعقت لهم ده رهيبه، ونزلت زعقت لهم شعرها ومديه الحاجه. ايوه كان شكلها حلو، كان شكلها حلو قوي قوي. لميا كانت جمالها فظيع رهيب رهيب. لما طلعنا اتكلموا عني كده
شيخ ابو العرف وينه كان شيخ خرشو بس كنت لاحظ لا وبعدين ما انت طلعنا كلنا وانت هذا وما مسنا هيك اطلع امين يا ابني انا شكلي حنضب خلاص لا لا انا بدها دوف دوف قلب نسمع وثلاث وتخيل انا خايفه اخواننا كله لازم اللي ما يخ... يا اخواننا فاضل اربع برهامات والفاينل نخاف امتى لازم كله يقعد متعدى شهر لسه شهر وحاجه حبيبتي احنا مالنا بس اربعة نومينيه احنا ما يعني مالها بالشهر في ايام ولا كانك موجود بس اربعة نومينيه نعدي من واحد انا بقول طبعا احنا بنضرب خلصونا حيل او من دلوقتي قرروا الاربعة نومينيه عشان ارتاح عشان اتحضر نفسيا المره الجايه هيبقى خايس المره الجايه اربعة خايس لا 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 بقول لك هيبقى خايس خايس يعني هيبقى ثقيل هيبقى خايس خايس يعني ريحته مش منيحه مش هو دي خايس كان موقف خايس يعني هو لا يعني غلط يا رب جاء على بالي مساج كده مش عارفه ليه لما يعني من ساعه ما اختاروا كريستين نوميني وانا قلبي ده بيعمل كده بيعمل ايه ان شاء الله انت والله بعد كده فريم اكيد لا اوكي كده ما حبيبتي بصراحه فريم من وحدي انا وهو ويطلع ايه ده يقعدوا المنت ان شاء الله ما اعرفش بس اخواننا فريم من وحدي انا انت سمعت وحدي انا يا جدعان حد ينزل عليها توب مش عارفه ليه كلنا فاهمين لا لها نزلت بتاعتي كانت طلعت تضايق عليها يا سمع على فكره فرق فرق كتير يعني من الاول فارق يا جدعان فارق نص خدت عليه طعمه مين طلع التوب نص او نص او طبقه كامله ما بس فارق يعني فارق فارق ما كنت انا وانت بنسمع انا لما نزل بصراحه وحدي انا قلت لها وحدي انا افضل وحدي ساكن انا ساكن لوحدي اول حته بس انا بعد كده اتعدم دلوني على عيوني السوء اموت واشوف ده دول دلوني على عيوني انا عارفه ان الدقدون هيجي كونترايم وهيعمل كل حاجه عكس كل حاجه اللي قاله عكس كل حاجه هيرزع يرزع واحده والمخرج فوق هيكون هيرزع هيرزع مش شفتي هو بيقول التنوره بقى تقيل الكعب العالي دلوني على عيني فظيع 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 ده دوء صراحه والله بحب بقى ودي اعمل يا رجل عليه على فكره ممكن يضحك والله العظيم انا مبسوط جدا وانا معاه بحس ان احنا طالعين بصي يلا نتبسط يلا نتبسط ايوه يا ده دوء حسيته بيغني بيغني زواد دلوني على عيني بيقول ده ايوه بيقول ده دوء حبيبي بصراحه من اكتر الاغاني اللي استمتعت فيها وانا بغني مع ده دوء والمصحف ثلاثة انا واستمتعت انا 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 إيه؟ انا في الدلعونة اتقفلت طبعا في الاول بسبب البتاع بس ميلي ميلي انت شفتي ميلي وهو طالع عملنا احنا كده احنا قلت له ولد ادو وانت طالع كده اهو بص احنا طالعين واحنا داخلين كده هنعمل وقفنا احنا الاثنين عملنا كده قدام بعض وبعدين مجنون بتضحكوا انتوا لما تخشوا اه والله وانا بصراحة صح اني مصبحة ايه انا انبسط يا معلم ايوه لا لا تتبسط مع فعلا يعني انا ودقدوق في الاول كنا واقفين ولا بنرقص ولا حاجه بس بيمزجني انا بحس ان هو مبسوط فعارف بياخدك روحه بيديك الانرجي رهيب في بقى موظفين انت لازم تبقى مع موظف موظف لا بصراحه من الناس انا اتبسطت جدا معاهم دقدوق وامينه بحس ان في كده هما ماما والله والله لا نخرب جابني انت ما شفتيش لما قالوا لما ميسي وديع طلع قال له ايه ده قال له قال له احمد وماما لا خلينا لا استني اسمحوا لي الكل الكل اهي اسمحوا لي الكل اسمع قلبي وثاني واسمع فاكر اسمع يا لهوي على غنيت الورد جميل غنيت رهيب رهيب البنت كريستين يا ابني لما بتعمل حاجات انا لما طلعوني يا ربي يا ابني مش عارفه اه يا خرابي على الشمعه اللي كنا الشاندلير اللي كنا فينا انت بصي طلعت اللجنه من النومينيه عايز تطلعي فينا طلع ايه ده انا راسي بعمله كده وخايفه طلعت اللجنه من النومينيه طلعت اللجنه من النومينيه فراح ميسي ووديع راح ميسي ووديع قال له ضحك وقال له اهم احمد ومام اهم فقلنا خشوا عدموا ايوه احنا جارين قلنا ايوه ايوه لا الموسيقى بلد تم يا لهوي على البوز بتاع البنات ده ايوه كلمة عايز يقولها يلا نتصور بس مع بعض بحبك لا ويه الورد جميل انا الورد جميل انا صوري كنا كنت مره في حفله ايه ما وقفناش بقى مع بعض اه بس يعني واحده ونص طلعت لها كنت مره في حفله ومع اصحابي وكنت مش نايم بقى اربع ايام واي حاجه بقولها خلينا حاجتين مش عارف انا بقول ايه فبتطلع
والعيال ميتة صحابي ميتين وانا بقول كلام عكس الكلام اللي بيتقال لي خالص. ايه لا قلت مش نايم بقى اربع ايام وفي حفله طن 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 فقاعد كده ويتقال لي كلام بقول عكسه يعني رد ردود غريبه جدا والاقي ماتوا وانا عارفه اللي هو حتى مش قادر اضحك خلاص مش نايم بقى اربع ايام بقى فاتح بس مش شايف حاجه تمام يلا نتصور يا جماعه تمام لقيت بنت جايه كده وبنت جايه كده وعاملين البوزات كده خلاص كده قلت لهم لا عشان صاحبتي تفتكرني كنت ببوس هنا لقيت لك الشله لقيت لك كله في الارض عارفه اللي هو واحد بيتكلم اللي هو بصي بصي عارفه لما دلوني على عيوني السود هات بطاريات من جنبك هنا اخوانا هيبقى موقف في اخر البرايم نايت مش عارفه ليه حطوني انا اول الحاجات كلها عشان عشان لين ما تزعلش كمان لين ايه هما بيحطوا البرايم على ليا انا بقول لك انا في الاول وبقعد زي كلبه لا انا بالعكس مبسوطه اغني من الاول انا ويارا بس بعدها ديرت انا وميدو مالك انا لسه هتيجي مع ممكن لا انا متاكده هي ترتيب الباساجات كده زي انت وفريم كنتوا على طول بعد بعد ليان وانغام على طول تك اكتر حاجه وصلتني صراحه بيعمل فايد لما هي غنت مع انغام وانا كنت واقف وهم يغنوا طلعت طلعت انت قلت ايه شعوري ناحيتك وايه يا نسمه شنفوري ناحيتك و وفيفا بوربيه اه ايه اللي انت بتقوله كريستين كريستين صراحه لو ينفع